مكونات ساندويتش: ستيك مشوي جاهز، طماطم متقطعه صغير، وبصل برضو متقطع. هنستعمل شويه صودا، شويه خل عنب، شويه صوص باربيكيو، وشويه عصير عنب، وطبعا شويه ملح وفلفل. وهنسخن البصل بشويه زيت. ملح، رشة فلفل، بعد كده نقطع الستيك شرايح. قلب. بعد كده نحط الطماطم، نحط بقى باربيكيو، شوية من خل العنب، شوية من الصودا، شوية من عصير العنب. نعلي بقى كده شوية تاني. شوية فلفل. نحط الستيك يسخن شوية معاه.